السلام عليكم. حصلت قناة بلقيس على وثائق مهمة لها علاقة بالمخطط الأمني والسياسي لميليشيا الحوثي. تتعلق تلك الوثائق بتقرير ما يعرف بالمجلس السياسي وخططه السياسية والأمنية المتعلقة بتقويض الدولة اليمنية واستمرار النهج الانقلابي القائم على خلق الانقسامات السياسية والوطنية والارتباط بالمشروع الإيراني لتقويض أمن اليمن والمنطقة. وأظهرت الوثائق التي سيتم تناولها في برنامج المساء اليمني سلسلة من اللقاءات والاتصالات بين الحوثيين والقيادات الإيرانية والتنسيق الكبير بين الطرفين في عدد من المحافل الدولية. كما تظهر الوثائق الأوامر المالية للفريق المشارك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان لعدد 5 أشخاص بينهم صحفية بريطانية. وكذا كشفت محاضر اجتماع المجلس السياسي عن لقاءات جمعت مسؤولة ملف المرأة بالمجلس مع عدد من القيادات النسوية أبرزهن رئيسة هيئة مكافحة الفساد التي أبدت استعدادها ووضع كافة إمكانيات الهيئة تحت خدمة الميليشيا. وأشارت إحدى الوثائق إلى اللقاءات التي عقدتها دائرة المرأة مع أعضاء لجنة الدعم الاستراتيجي التي ترعاها منظمة بيرغهوف الألمانية فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران. كشفت الوثائق عن قيام المسؤول عن الملف السياسي في المجلس بإجراء عدة لقاءات مع السفير الإيراني وتلقيه مجموعة من النصائح الإيرانية بخصوص التعامل مع عدد من القضايا واستعداد الخارجية الإيرانية التحرك كوسيط للحوثيين على المستويين الإقليمي والدولي. الوثائق تكشف لأول مرة عن طرق الأداء الحوثي وشبكات الميليشيا الدولية والمحلية. مشاهدينا الكرام، سنتناول في محاور حلقة اليوم الدور الإيراني، المنظمات الدولية والجهات الدولية، أناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والصحفي أحمد الزرقة، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا وسهلا. قبل أن نستعرض أستاذ أحمد العديد من الوثائق التي تكشفها بلقيس وبرنامج المساء اليمني لأول مرة عن محاضر اجتماعات سرية كانت تقوم بها ميليشيا الحوثي، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش. وثائق حصلت عليها قناة بلقيس صادرة عما يسمى بالمجلس السياسي للحوثيين، تكشف الوثائق طبيعة العلاقة بين ميليشيا الحوثي وإيران وطرق أدائها وشبكاتها الدولية والمحلية. الجانب الذي تكشفه الوثائق يشير إلى حجم تدخلات طهران في الملف السياسي لليمن وإدارتها للصراع عبر أدواتها المحلية، حيث تشير الوثائق إلى تحركات سياسية يقوم بها جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانية للعب دور الوسيط للحوثيين على المستوى الإقليمي والدولي. وبحسب الوثائق فقد تلقى الحوثيون نصائح من السفير الروسي في صنعاء تمثلت في إعلان الحوثيين مبادرة للسلام من طرف واحد وذلك لإحراج التحالف أمام العالم. النصائح التي أدلى بها السفير الروسي حثت الحوثيين على وقف العمليات العسكرية على الحدود السعودية والتوقف عن استهداف المملكة بالصواريخ. الوثائق المسربة كشفت أيضا عن سياسة الحوثيين القائمة على اختلاق الفوضى في المناطق المحررة وخاصة في محافظتي عدن وحضرموت، حيث وردت في تقارير المجلس السياسي للحوثيين أسماء عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية في المحافظات الجنوبية لتجيب عن تساؤلات الأطراف التي تقف خلف الأعمال الإرهابية. شخصيات سياسية وعسكرية وأخرى حقوقية ثبت تورطها في العمل على خدمة أجندة الميليشيا في عدد من المحافل الإقليمية والدولية. فقد أظهرت الوثائق سلسلة من اللقاءات والاتصالات بين الحوثيين والقيادات الإيرانية والتنسيق الكبير بين الطرفين في عدد من المحافل الدولية. كما تظهر الوثائق الأوامر المالية للفريق المشارك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان لعدد 5 أشخاص بينهم صحفية بريطانية اسمها فينيسيا بيلي والقيادي الحوثي جميل جياش والإعلامية اللبنانية لبنى يحيى وحنان الحرازي وحزام الشريف. لن تكون هذه الوثائق السرية المسربة للحوثيين إلا جزءا من كشف الجانب الخفي لطريقة إدارة الميليشيا للحياة السياسية، وضوءا أوليا تكشف من خلاله قناة بلقيس عن التنظيم السري للحوثيين، الجماعة التي أرادت تحويل اليمن إلى كهف سري مظلم. إذا مشاهدينا الكرام، المساء اليمني في قناة بلقيس يكشف مجموعة من الوثائق التي سربت لمحاضر اجتماعات الشبكة السياسية للحوثي. أستاذ أحمد، لو بدأنا بالحديث عن هذه الوثائق بشكل إجمالي، ما الذي تعنيه مثل هذه الوثائق؟ أولا وجود مثل هذه الوثائق وصادرة عن المجلس السياسي هي إشارة إلى أن هناك حكومة في الظل لدى الانقلابيين، يعني هناك مسمى المجلس السياسي الأعلى ومسمى الحكومة، ولكن خلال الفترة الماضية كان هو المجلس السياسي وكان قبله اللجنة الثورية، لكن كان هناك المكتب السياسي القريب الصلة بزعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي الذي فيه صالح الصماد، حسين العزي، يحيى الحوثي، حمزة الحوثي، وهم الدائرة المقربة جدا من زعيم الميليشيا. هؤلاء هم بمثابة حكومة مصغرة. وجدنا التقرير أو المحاضرة اجتماعات تشير إلى أن هناك حكومة مصغرة وهناك شخصيات نسائية وشخصيات أيضا من مختلف يعني تدير جميع المحاور، سواء الحكم المحلي أو المحافظات، الشؤون السياسية، العلاقات الخارجية، الاقتصاد، الأمن، الجيش إلى آخره، الإعلام. وجدناهم جميعا موجودين في مثل هذا المجلس السياسي الذي يدير العملية السياسية والأمنية بشكل يعني غير معلن. وهناك حديث عن حكومة تم تشكيلها وقبلها هناك نواب وزراء وما إلى ذلك، لكن هؤلاء جميعا هم ليسوا إلا جزء من الديكور. القرار السياسي أو القرار الحقيقي كان في يد هذه المجموعة المصغرة التي تدير مفاصل الدولة، التي لها الرأي والسلطة والسطوة على جميع المكونات الموجودة في صنعاء اليوم. هم يتحدثون عن كيان موازي، كيان يعمل ويخطط وينفذ ويتحرك. والمفارقة الكبيرة أنه في جميع الوثائق التي صادرة عن المجلس السياسي لأنصار الله هناك قصة أنه لا تثقوا بالمؤتمريين، لأنه يجب أن نعمل ولا نركن على المؤتمر، حتى في قضية العمليات العسكرية، العمليات الميدانية، في اللقاءات السياسية، اللقاءات مع الدبلوماسيين، المفاوضات، ما إلى ذلك. جميع ما كان يحدث بشكل انفرادي، أنهم هناك من يريد الاستئثار وهناك من يعني يحمل قفازة المؤتمر الشعبي العام كحليف في الواجهة، لكن المكاسب والأمور تأتي لصالح الجماعة الإنقلابية. أستاذ أحمد، يعني هذه الوثائق يعني ما الذي تشكل بالنسبة لليمنيين ظهورها، يعني خاصة هناك أعتقد أن هناك متابعة واسعة لهذه الحلقة لمعرفة ما الذي يمكن أن تظهره هذه الوثائق. هذه الوثائق تظهر باختصار كيف تفكر هذه الجماعة، كيف تفكر الميليشيا. هذه الوثائق يعني توفر فرصة للغوص داخل عقل الميليشيا، كيف تفكر، كيف تخطط، كيف تتحرك، كيف تقيم، وكيف تتعامل مع الآخرين كأدوات. تنشط في الشمال، تنشط في الجنوب، تعمل وفق مخطط عالي المستوى، يبحث عن إثارة الثغرات، إثارة المشاكل، إثارة البلبلة. يعني باعتقادي أنه لدينا الكثير من الوثائق فيما يتعلق بأداء هذه الميليشيا. اليوم ربما سيكون هناك جزء من الحديث عن الجزء السياسي، لكن غدا ربما سيكون هناك، أعتقد هناك حلقات مخصصة للدور الذي لعبه الحوثيون في الجنوب وفي المحافظات الجنوبية. الحديث اليوم عن أن هؤلاء اليوم الميليشيا قفزت على جميع الأطر التوافقية. الميليشيا اليوم حتى شركائها لا تعترف بهم وتريدهم مجرد أدوات. اليوم تتحدث هناك وثائق خطيرة تتحدث عن كيف استقطبت هذه الميليشيا المتساقطون من أحزاب اللقاء المشترك على سبيل المثال، وشكلت منهم كيانات موازية وتطلق عليهم الأحزاب الفتية والآخرين أيضا أحزاب اللقاء المشترك. هناك شخصيات مثل أيضا كانوا قياديين مثلا في حلفاء الحوثيين في الأحزاب اللقاء المشترك، حسن زيد في اتحاد القوى الشعبية، حميد عاصم في الناصري، وغيره من الأسماء اللي موجودة في بقية الأحزاب التي تم تفريخها. وهذه هي استمرار للسياسات النظام القديم. كان علي عبد الله صالح يستخدم نفس هذه يعني السياسة، وهم استفادوا من المعلم الكبير، لكن اليوم هم تفوقوا عليه. هم اليوم أصبحوا حتى اختطفوا منه جزء كبير من المؤتمر الشعبي العام. لاحظ أن لديهم شبكات واسعة واتصالات عريقة بشخصيات في المؤتمر الشعبي العام كمحمد حسين العيدروس وغيرها من القيادات التي محسوبة هي على جناح صالح، لكنهم اخترقوها وأصبحوا تسرب لهم معلومات حتى حول ما يدور في الجنوب وغيرها من المناطق. ليس فقط يعني، وعند النقطة التي ذكرتها أستاذ أحمد، يعني المتساقطون من الكثير من الأحزاب، ونستعرض هنا على الشاشة يعني مثلا تلقى الأخ حازم الأسد اتصالا هاتفيا من عبد الملك الحجري رئيس تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان كما سموه. يعني ذكر منهم أحمد سيف حاشد، عبد الوارد صلاح، فرحان هاشم، تواصلوا معه يخبرون بأنهم في إطار الإعداد لإقامة فعاليات يوم 11 فبراير. يعني الحصول على معلومات من الأخ عبد الملك الحجري رئيس تكتل الأحزاب، وتوجيه رسالة إلى السيد القائد، ومثل هذه المعلومات التي يعني تم إدراجها، يعني إلى ماذا تشير مثل هذه الورقة؟ يعني هي الفكرة يحاولوا أن يصوروا أنفسهم أنهم منفتحون على الآخرين، أن لديهم تمثيل سياسي، أن لديهم تحالفات، وبالتالي تم إنشاء عدد كبير من الأحزاب. هذه الأحزاب جميعها أنشأت بعد يعني ثورة 11 فبراير، عندما بدأوا كان هناك بداية الثورة المضادة، تم تشكيل عدد كبير من التكتلات، أكثر من 25 تكتل، وجميعها كانت جزء من أنصار الله، وفيها شخصيات يعني أحزاب وتكتلات من 5 أشخاص من 3 أشخاص، هي يعني نفس الطريقة والآلية التي كان يتم فيها تفريق الأحزاب. هناك أسماء مثل أحمد سيف حاشد وغيرها من الأسماء أيضا، هؤلاء الذين استمر استخدامهم كقفازات من 2011 وما زالوا إلى الآن يستخدمون كقفازات وكأدوات للميليشيا. الحديث أن هؤلاء جميعا هناك محاولة لشرعنة الوجود السياسي ومحاولة استبدال العملية السياسية بمجموعة من أشباه الأحزاب أشباه الأشخاص لفرض أو للحصول على شعبية سياسية أو حتى شرعية في الشارع اليمني. لكن ما يحدث أن هذه أصبحت مسرحية مكشوفة، ولكنهم يعني الحوثيون يكذبون الكذبة ثم يصدقونها وثم يحاولونها إلى يعني يتحاولوا معها كحقيقة وواقعة. ما يحدث مثلا في مثل هذه الأحزاب هو أيضا ينطبق على غيرها من التكتلات، غيرها أيضا من مؤسسات الدولة التي تم يعني سرقتها وتم أيضا تحويلها إلى جزء من خدمة مشروع الميليشيا. لاحظنا أن هناك عدد كبير جدا من المراسلات بين أعضاء المجلس السياسي وحتى مهام ولجان من المجلس السياسي تنزل للمؤسسات، ومن ثم تصدر قرارات تعيين وتوصيات وصرف مبالغ مالية وصرف هبات، وبالتالي جميعها أيضا محاولة ل يعني التحول إلى دولة داخل الدولة، وهم أيضا أصبحوا مش دولة داخل الدولة، دولة فوق الدولة. يعني ما يحدث اليوم من الميليشيا هي تغولت على الدولة، تغولت على الحكومة، تغولت حتى على شركائها في العملية الانقلابية. نعم، المشكلة أيضا وجود بعض الشخصيات أستاذ أحمد، يعني مثلا شخصية كفيصل أبو راس، يعني سفير سابق يعد من أسرة جمهورية كما يفترض، ولكن يعني كيف يمكن يعني هنا نلاحظ أنه تم بناء على تكليف الأستاذ صالح الصماد التقى حمزة الحوثي بالشيخ فيصل أمين أبو راس، حضر معه أبو يحيى، وللعلم أن أبو راس كان عضوا في مجلس النواب، يعني يذكر كان لقاء إيجابيا ومثمرا. أكد أبو راس أنه يشعر بأن أنصار الله أتوا في الوقت الذي لم يكن يتوقع أحد، في وقت كان الفاسدون الانتهازيون والمتنفذون كعلي صالح ومحسن وآل الأحمر والإصلاح وغيرهم يحكمون قبضتهم على البلد. يعني مثل هذه الجمل تأتي صادرة من رجل من أسرة جمهورية، ربما هو عاصر صالح كمرحلة فساد، ولكن أن يلمع الميليشيا بهذا الشكل، وهو يعني تماما أنها أتت كميليشيا انقلابية. يحتاج إلى أن يظهر فيصل أبو راس ويدافع عن نفسه، لأنه ما قيل على لسانه كلام خطير، وهو دليل يعني هم بحسب ما قالت هذه الوثائق أنه يضع نفسه تحت تصرف الميليشيا. لكن موقف هو ربما هو امتداد، موقف فيصل هو امتداد لموقف شقيقه صادق من أبو راس، الذي هو يعني عضو في المجلس السياسي الأعلى الذي تم تشكيله بين الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام، وبالتالي الحديث عن مثل لا نتوقع أن يكون خارجا عن سياق أخيه، خاصة أنه موجود في صنعاء ولديه موقف قطعي مع الآخرين، وهو يعني للأسف ليس فقط يعني لسنا هنا في حالة إدانة لهؤلاء الأشخاص بقدر ما نحن ندعو أن يوضحوا كيف وردت أسمائهم وما هي الصفات التي التقوا بها بالحوثيين. يعني الحديث بهذا الطريقة هم يشرعون لوجود الحوثي، وهذا يمثل انتكاسة حقيقية لبعض الشخصيات التي برزت خلال العقد الأخير كرموز للحياة المدنية، لكن ما حدث أنها أصبحت جزء من المشروع الإنقلابي، وهذه إدانة خطيرة جدا. لكن لا يمكن أن نجد تبرير أو تفسير لمثل هذه حالات التساقط الموجودة. لكن ربما الأخطر في الأسماء هذه أو في أنه محاولة إظهارها وأنها جميعها تؤيد المشروع الحوثي بشكل كبير جدا، وأنها تؤدي مهام، وأنها يا أخي، وهذه هي ربما البحث. يعني لاحظنا صياغة جميع المحاضر والتقارير تتحدث فيها الآن الظاهر والبارز، لأن جميع ما التقوهم حتى ممثلي المنظمات الدولية، حتى السفراء، حتى الدبلوماسيين الغربيين الذين تم ذكرهم في هذه الوثائق يشيدوا بمشروع الحوثيين وإلى آخره. باعتقادي هذه يعني مبنية مجموعة من الأكاذيب جدا، التي يحاول الحوثيون أيضا أن يكذبوا بها في بعض الأحيان على لسان الأشخاص من خارج دائرة الوجود الميليشياوي. وهناك أيضا الخلية في لندن، يعني أفاد الأخ حسين العزي أنه تلقى تقريرا من الأخوة في لندن وذلك بخصوص المشاركة في فعالية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يعني ضمنوا هذا التقرير تقديرات مجدولة بالنفقات التي تلزمهم وهي إجمالي $10,000. يعني هناك إرادة لأن يظل صوت القضية موجود ومسموع كما يقول داخل مجلس حقوق الإنسان. لا توجد فقط شبكة داخل اليمن، هناك شبكات بالتأكيد خلال السنوات الأخيرة استطاع الحوثيون تشكيل مجموعة من الخلايا المرتبطة بهم، ليس فقط في لندن لكن في لندن، في باريس، في جنيف، في لاهاي، في غيرها من العواصم العالمية، حتى في واشنطن، حتى في غيرها. لاحظنا أنهم فقط في الوثائق المذكورة أنهم استعانوا أيضا بصحفية بريطانية اسمها فينيسيا بيلي، وايضا اعلاميه في قناه المنار تقريبا او في احدى القنوات التابعه لحزب الله اسمها لبنى يحيى وغيرها من الشخصيات. لاحظنا خلال المؤتمر الجنيف انه يعني الجانب الايراني هو وحزب الله، الشخصيات القياديه في حزب الله هي من كانت تدير الوفد الحقوقي والوفد السياسي التفاوضي، وبالتالي هذا هو جزء من عمل الميليشيا. الميليشيا خلال الفترات الماضيه استطاعت ان توجد عشرات الكيانات الحقوقية وتستفيد من حالة السخط العالمي وربما عدم التوافق العالمي مع السعودية في استثارة العالم ضد اليمنيين، ضد أيضا وتمرير جرائمها وتصوير الصراع كأنه صراع بين اليمن والمملكة وليس صراع بين الانقلاب وبين الشرعية وما إلى ذلك. نعم، إذا ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي همدان العليي. مساء الخير أستاذ همدان. ألو، مساء النور. أهلا بك. الصوت بيقطع شوية، سأحاول أن أرفع صوتي إن شاء الله يوصلك كامل بدون تقطيع. أود أن أسمع تعليقك على هذه الوثائق أخ همدان، يعني التي تضمنت المخطط الأمني والسياسي للحوثيين. دعوني أتحدث عن جزئية المنظمات أو ما يسمى بالانقلاب الناعم أو جناح الانقلاب الناعم. يعني نعرف جيدا بأن جماعة الحوثي تنقسم إلى جزئين أساسيين. الجزء الأول هو التيار العسكري وهو الذي اقتحم صنعاء وبقية المحافظات، والجناح الآخر هو أيضا لا يقل خطورة عن الجانب العسكري وهو التيار المجتمعي أو الذي يعمل على تجميل صورة جماعة الحوثي لدى المجتمع، يعني داخل المجتمع اليمني نفسه وهو في مؤسسات الدولة وأيضا خارج اليمن أو خارج في دول إقليمية ودولية. هذا الجناح أو تحديدا ما يخص منظمات المجتمع المدني يعملوه بشكل يعني بشكل منتظم بالتنسيق مع منظمات دولية نستطيع أن نصفها بالتنظيم كما ذكرتها في فقرات سابقة، التنظيم الإيراني الدولي. هذا التنظيم يقوم بالتنسيق بشكل مستمر لجماعة الحوثي على تنفيذ الكثير من يعني الأنشطة التي تخلص في النهاية إلى تجميل صورة جماعة الحوثي لدى المجتمع الدولي وشيطنة الشرعية بشكل عام. نعم أخ همدان، يعني هناك شبكة أيضا اشتغلت لمصلحة الحوثيين ربما بينها قيادات من المؤتمر الشعبي العام وهناك أيضا قيادات شابة، يعني كيف يمكن أن يصل بها المسار إلى هذا الحد؟ الصوت مش واضح، لا أسمع ماذا تقولين بالضبط. نعم، إذا أحاول أن أرفع صوتي، إذا كانت مشكلة تقطيع فلا أدري كيف يمكن أن يصلك الصوت. يعني كنت أتحدث عن الشبكة التي ربما يعني اشتغلت لمصلحة الحوثيين، بينها قيادات مؤتمرية، بينها قيادات شابة، وبينها أسماء ربما يعني كان وضعت الحكومة يوما ما ثقتها فيها، أسماء تحمل مناصب عليا في الحكومة السابقة. بالتأكيد، يعني هذه الخلايا وهذه الشخصيات التي تعمل لصالح الحوثيين هي من مختلف التكوينات السياسية، سواء كانت مؤتمر أو اشتراكي أو إصلاح أو ناصري، هي في النهاية تخضع يعني ولاها يعني جماعة الحوثي وتعمل لصالحها. يعني يجب ايضا ان نعلم ان هذا الدور لا يؤثر فقط على الجانب الحقوقي والسياسي فقط ويصب في مصلحه جماعه الحوثي سياسيا، وانما يؤثر على مستوى المعيشي لليمنيين. ربما تعلمون ان كثير من يعني المشاكل او التي تقف عائقا امام وصول المساعدات الانسانيه للمواطنين في المناطق الخاضعه لسيطره جماعه الحوثي بالذات الشريط الساحلي، هذه مشاكل ناتجه عن تدخل هذه العناصر التابعه لجماعه الحوثي في شؤون واعمال المنظمات الدوليه. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي همدان العليي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أستاذ أحمد، يعني ونحن نتحدث عن مثل هذه الوثائق كشفت أيضا الدور الإيراني كما جاء، يعني لم تكشف فقط بعض الأطراف المحلية ولكن أيضا هناك أطراف دولية ربما كان الأبرز فيها الدور الإيراني، اللقاء بالسفير الإيراني، تلقي جماعة الحوثي العديد من النصائح، وأوضحت أيضا كيف أن الميليشيا أصبحت في دور المتلقي. الدور الإيراني ربما هو الأبرز في تاريخ الحوثي، لكن تم غض النظر عنه كثيرا. يفترض الحكومة اليمنية لم تركز بشكل كبير جدا على هذا الملف، وكذلك ما زال الحديث الجميع يتحدث عن أن الدور الإيراني غير موجود ويتم إنكاره بشكل واضح، لكن ما تقوله الوثائق أن هناك دور إيراني، أن هناك حتى نصائح وليست نصائح بل توجيهات لكيفية التعامل مع القضايا. حتى الإيرانيون يعرضون كيف أن بإمكانهم أن يقوموا بتحريك، يعني الاستفادة من الانفراج في الملف النووي، وأنهم الدبلوماسية الإيرانية في أوج قوتها وأنها بإمكانها أن تلعب دور، حتى وصلوا إلى أن السفير الإيراني اقترح أن تقوم إيران بدور الوسيط، وهذه العجيبة التي لا يمكن فهمها، أن تقوم بدور الوسيط بين الحوثيين والسعودية. ومع ذلك أظهرت أيضا الوثائق أن السفير الروسي يتحدث عن أن السعودية رفضت تماما وساطة، يعني نتحدث عن هذه المواضيع يعني ليست بهذه السهولة، يعني في الأخير هناك مشكلة كبيرة جدا بين السعودية وبين إيران. اليمن ساحة هذا الصراع للأسف بسبب الأداء الحوثي وبسبب الانقلاب الحوثي، لكن الدور الحوثي، الدور الإيراني واضح جدا، من اللمسات موجودة، اللمسات الاستشارية موجودة في طريقة النفس الطويل، في طريقة المفاوضات، الأسلوب. هذه هي المدرسة الإيرانية التي تقول أنك تزمت في كل شيء ولا تقدم أي شيء وسيقدم الآخرون إليك تنازلا، الاعتماد على سياسة النفس الطويل ولو على حساب تضحيات بأرواح اليمنيين، ولو على حساب معاناة اليمنيين، ولو على حساب أيضا تجرعهم وجود الميليشيا. ليس فقط إيران هي التي تفتح أبوابها أو تفتح يعني تقدم نصائح للحوثيين، كان هناك روسيا، السفير الروسي والقائم بأعمال السفير الروسية يقدم لهم مجموعة من النصائح وكيف يمكن أن يستغلوا يعني أو يحصلوا على تعاطف من العالم. وقد تم تقديم مبادرة، أنهم قال إحدى النصائح أن قدم لهم إعلنوا مبادرة للسلام من طرف واحد، وذلك لإحراج التحالف إحراج السعودية ولو لا تلتزموا يعني. وكان من ضمن المبادرة 3 نقاط التي هي وقف استهداف الأراضي السعودية، وقف إطلاق الصواريخ، والحديث عن العودة إلى المفاوضات والطرح حل يعني. وبالتالي هذه جزء من النصائح. أيضا الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي كان هناك موجود الأستاذ أحمد عن الاتحاد الأوروبي. تلقى الأخ حسين العزي نسعد رضا مع السادة المشاهدين اتصالا هاتفيا مطولا من سفيرة الاتحاد الأوروبي حول جهود السلام المبذولة، حيث أكدت على أن المجتمع الدولي يدعم السلام بجدية أكبر من ذي قبل. شكرها الأخ حسين وأكد أننا نتمنى إجراءات صارمة بحق الطرف الآخر الذي يضع العراقيل في طريق السلام، يعني هناك اقتناع تام أن الطرف الآخر هو من يعرقل، موضحا لها أن العدوان مستمر. هذه هي الشمعة التي دائما ما يعني تكرر للخارج، خروقات كبيرة للتهدئة في الحدود ومعودة السعودية استهداف المناطق. أتمنى لو الورقة الأخرى موجودة والتي تتحدث فيها كم استاءت سفيرة الاتحاد الأوروبي لسماع مثل هذا الخبر، وأرادت أن يشاركها العديد من السفراء مثل هذا هذه المعلومات، ويعني وطرحت أيضا وساطتها لأجل خروج أحد المختطفين الأمريكيين. نعم. العجيب في الوضع أن جميع قنوات التواصل بين الحوثيين والانقلابيين موجودة بين الحوثيين والمجتمع الدولي، سواء الأمريكيين سواء البريطانيين سواء غيرهم، موجودة وقنوات اتصال. حتى تذكر هنا أنه في أحد الاتصالات عرضت السفيرة أن يحضر معها مجموعة من سفراء الاتحاد الأوروبي وأن يجروا محادثة مشتركة. يعني الحديث عن وجود أيضا وساطات وطلب الإفراج عن أحد المختطفين. يعني هذا يكشف أنه كيف الميليشيا تختطف أحد الأشخاص أو أحد المواطنين ويفرج عنه بوساطة يعني أوروبية، بينما ألف المختطفين اليمنيين ما زالوا محتجزين ولم يتم الحديث عنهم. هناك أيضا حديث عن وساطة من قبل المجلس السياسي للإفراج عن إحدى السيارات المدرعة المحجوزة التابعة للسفارة الإيطالية والموجودة في مطار الحديدة أو في ميناء الحديدة. هذه أيضا تضع تساؤلات عن حقيقتها، فعلا هل ما زال هناك دور سياسي دبلوماسي موجود للسفارة الإيطالية في صنعاء، ولا كيف تأتي السيارة والبعثة قد غادرت قبل عامين؟ وبالتالي هذه يعني هناك حديث عن أن هناك بعثات سرية موجودة ومكاتب للتواصل الدولي، وبالتالي هذه النقاط كلها لماذا لا تستفز الحكومة الشرعية؟ هذه النقاط جميعها يجب على الحكومة الشرعية أن ترد عليها نقطة نقطة، وأن تخاطب الاتحاد الأوروبي وأن تخاطب السفارة الإيطالية وأن تخاطب جميع الأطراف التي وردت أنهم مع الشرعية. نعم. لاحظنا أيضا أنه موجودين كان الاستغلال وجود وفد الميليشيا في عمان، وتحولت عمان إلى يعني ساحة للتحركات الإقليمية والدولية ومنصة لإنطلاق الوفود الحوثية إلى العالم، وبالتالي هذا أيضا يكشف عن حقيقة التحالفات الموجودة في المنطقة. يعني هناك إيران وهناك حلفاء لإيران، هناك السعودية، وللأسف لا يوجد حلفاء للسعودية كما هم موجودين يدينون لها بالولاء كما يدينون لإيران. هناك اليمن وهي مشكلة كبيرة جدا، مشكلة تعويصة، الميليشيا التي لا تريد حل سلمي، تريد أن تأكل جميع الكعكب وتستأثر في السلطة، تريد أن تنفصل بالشمال بعيدا عن الجنوب، تريد أن يعني تعزز فقط وجود يعني عناصرها. هناك وثائق خطيرة جدا تتحدث عن استغلال الميليشيا، هناك وثيقة تقول أن الميليشيا تعقد سلسلة من اللقاءات مع خبراء وهم سفراء سابقين، سواء أو يعملون في الخارجية، سواء كانوا على سبيل المثال تتحدث عن لقاءات جمعتهم بالسفير يحيى السياغي. نعم، عند هذه النقطة نعود إليها أستاذ أحمد، ولكن بعد أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى. أستاذ أحمد، كنت تتحدث عن التحركات الدولية واشتغال الدبلوماسيين في الخارجية لمصلحة الانقلاب، ربما هذه النقطة طرقناها أكثر من مرة، أن سفاراتنا لا تعمل لصالح الشرعية وأنها ما زالت من بقايا نظام صالح ولا بد من الالتفات إليها. ظهرت أسماء كاسم السفير يحيى السياغي، الأخ السفير طارق المطهر، تم تكليفهم أيضا بدور خارجي لمصلحة الميليشيا. كيف يعني تستفيد الميليشيا؟ طبعا لو لاحظنا معظم الأسماء التي ترد هي لديها ارتباط للأسف سلالي بالجماعة الميليشياوية، سواء السياغي أو المطهر أو إلى آخره، وهي جزء من أيضا الشبكة التي تسيطر أو تدير أو كانت مسيطرة على مفاصل الدولة خلال الفترة الماضية. لاحظنا أن في الوثيقة تقول أنه تم تكليف يحيى السياغي بتفعيل دائرة المنظمات في وزارة الخارجية ولجنة الأسلحة البيولوجية والإشراف على اللجنة الوطنية للاجئين. يعني يحيى السياغي هو موظف في الخارجية وعمل سابقا في مجلس الأمن لمدة 9 سنوات، وبالتالي هذه الاستفادة من هذه الخبرات. هؤلاء الأشخاص هم يعرفوا كيف تدار العملية السياسية في سواء في كواليس الأمم المتحدة أو مجلس الأمن. نلاحظ أن حتى السفير طارق المطهر أوجد لهم أو مجموعة من النصائح ذكرها، وهي تدل على أن هناك قدرة على قراءة الواقع السياسي والدبلوماسي. هو يقول أن التركيز الخارجي خلال عام 2016 سيكون على الملف السوري والليبي، وأن الملف اليمني سيأخذ في التراجع شيئا فشيئا. نعم. وهذه معلومات يقول أنها وصلته من داخل الأمم المتحدة ومن يعني، وبالتالي لاحظنا أنه فعلا أن محاولة إماتة الملف اليمني، لاحظ أنه توقف العملية السياسية، محاولة التلاعب بالوقت، وبالتالي سمحت للميليشيا أنها تحقق انتصارات معينة، تعيد ترتيب أوضاعها من جديد، أعلنت عن تشكيل حكومة، أعلنت عن مجموعة من الإجراءات، بعد أن أيضا التهمت الأخضر واليابس داخل البلد. صحيح. يعني وبالتالي هي تحصل على نصائح أن ملف اليمن أيضا هو من هذه أحد التوصيات التي رفعها لهم السفير طارق المطهر، يقول أن ملف اليمن بالنسبة للفاعلين الدوليين يعتبر هو ملف أمريكا وليس أي دولة أخرى كروسيا وفرنسا، وأن المناسبة التحرك السياسي والحقوقي والإعلامي على هذا الأساس. ووجدنا أن الحوثيون خلال العام الجاري اعتمدوا وفق في سياستهم على التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة، ووصلت إلى درجة أن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية يلتقي مع وفد الميليشيا، وهذه سابقة خطيرة في العمل الدبلوماسي لم تحصل ولم تحدث يعني. ولاحظنا أن الجانب الأمريكي ضغط بشكل كبير جدا على الحكومة الشرعية من أجل المضي في التسوية السياسية، والتي اعترفت بالانقلابيين محاولة شرعنتها. وبالتالي نحن أمام جماعة تدرك أن ما هي أهدافها وتعي كيف تتحرك، وتتحرك وفق الدوائر التي تركتها للأسف، والشرعية تركت مربعات تتحرك فيها الميليشيا، تستغل أيضا يعني هم يتحركوا يعني باستخدام أدوات الدولة يعني الخارجية، السفارات، موازنات الدولة، المنظمات وإلى آخره. وبالتالي هذه إشكالية كبيرة جدا يجب على الحكومة أن تعيها. طبعا هذه الأسماء التي ظهرت، وهناك أيضا يعني أشار العزي أن لديه أسماء أخرى سيتم اللقاء بهم، يعني بالتأكيد هناك عشرات الأسماء يعني هناك ربما لدينا عشرات الأسماء موجودة، لكن لا يمكن الإفصاح عنها ما لم يتم التأكد من وجود أدوار حقيقية لهذه الأسماء. يعني ما لدينا من قائمة بأسماء لقاءات الحوثيين، قائمة طويلة جدا بأسماء شخصيات سياسية، شخصيات دبلوماسية، شخصيات حقوقية، شخصيات إعلامية، شخصيات عسكرية، شخصيات في كل مكان، لكن نحن في صدد التأكد والتحقق من تورط جميع هذه الأسماء في المخطط. هنا أيضا من ضمن الأسماء الأخ فارس الثقاف مستشار رئيس الجمهورية في حديثي مع دائرة الدراسات والبحوث لمناقشة موضوع المركز الوطني بناء على طلب الأخ مهدي المشاط. يعني هناك مجموعة من الأسماء التي غابت أو تغيبت أو ربما التزمت الصمت خلال الفترة الماضية، لا نستطيع أن نحمل أي شخص ما لم يصرح، لكن باعتقادي أن الحوثيون الآن في مرحلة جمع كل خيوط اللعبة. يعني الآن هم يريدوا احتكار المشهد السياسي. ربما فارس الثقاف كان لديه مشروع المكتبة الوطنية ولديه مشروع مركز الدراسات، وهم تحدثوا أنهم ذهبوا لأخذ هذه المشاريع والتصميمات. هم يبحثوا أيضا عن إمكانية أن يكون لدى فارس الثقاف مشاريع لم تصل يعني ممولة من الخارج، وبالتالي البحث عنها. لاحظنا أنه هناك وثيقة خطيرة جدا تكشف أن الحوثيين لم يكتفوا فقط بالبحث عن الأموال التي في الداخل، ولكن هنا رسالة موجهة من أحد الحقوقيين الذين يعملون في جنيف تبع منظمة تبع الحوثيين، واسمه خالد قاسم الطشي، يتحدث عن أن هناك 10 مليون دولار خصصتها هولندا لدعم المساعدات الشعب اليمني، وبالتالي أنه فقط يعني يمنحونا تذاكر سفر ورسالة رسمية من الحكومة ونحن سنذهب إلى هولندا لأخذها. يعني لا يكتفوا فقط بما ورد وما هو في البنك المركزي وما هو، لكن لديهم قوة طباع ولديهم استعداد أن يذهبوا إلى هولندا أو إلى غيرها ليطالب الحكومة الهولندية يعني لتمنحهم هذه المبالغ التي هي خصصت أيضا لمجال حقوق الإنسان أو لدعم الإغاثة، ولكن هم يريدوا أن يتحدثوا يحتكروا حتى يعني تزوير حتى في الوثائق يعني. وبالتالي هذه مثلا هذه الوثيقة هي صادرة من موجهة من منظمة الشباب اليمني إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء طلال عقلان في يعني الذي كان مكلفا باعمال رئاسه الوزراء في من قبل الانقلابيين، وبالتالي هذه وثيقه يجب ان تذهب ايضا الان للحكومه وان تخاطب بها الخارجيه الهولنديه او السفاره سفيرتنا الان في هولندا او غيرها، لكن يجب ان يعرف العالم حقيقه هذه الجماعه التي لا تعرف من العالم الا كيف تحلب هو كيف تاخذ المبالغ. نعم، هذا اللوبي في المنظمات الدوليه والذي عمل مصلحه الانقلاب بهذا الشكل إلى ماذا يشير؟ يشير إلى أن في الأخير هناك يعني قدرة على التحرك لدى هذه الجماعة. خلال كما قلنا خلال السنوات الماضية استطاعوا أن يغرسوا مجموعة من الأسماء، مجموعة من الأشخاص، تنسيق مع الجانب الإيراني، تنسيق مع حزب الله في إدارة المؤسسة الدولية، استغلال حالة السخط ربما العالمي ولدى عدد كبير من المنظمات من السعودية، خاصة المنظمات الحقوقية التي ترى أن السعودية ربما لديها مشكلة في ملف حقوق الإنسان، وبالتالي تجير أخطاء السعودية لصالح الميليشيا وضد اليمنيين. لاحظنا أنهم حتى في مكتب للأسف في مكتب المبعوث الأممي هناك أسماء وردت أنهم عقدت معهم لقاءات، وهذه اللقاءات لم تعلن وما زالت سرية، ولم يعلن عنها من قبل الأمم المتحدة ولم حتى من قبل مكتب المبعوث الأممي، وبالتالي هذه أيضا تكشف إلى أن هناك قصور أيضا حكومي في التواصل مع مثل هذه الأسماء ومثل هذه، وطلب توضيحات. يجب أن تطلب توضيحات من هذه اللجان التي تم تشكيلها بمعرفة الأمم المتحدة وتمارس مهامها دون أن تلتقي بالحكومة أو أن تعلن عنها، تفصح عن فحوى اللقاءات غير تلك اللقاءات التي ذكرت المحاضر والتي في مجملها تقول أن هؤلاء الأشخاص الذين في مكتب المبعوث الأممي أشادوا بدور الحوثيين وقالوا أنهم صمدوا وأنهم عليهم أن يستمروا في الصمود وعليهم أن يعني يبحثوا عن مخرج ذكي، وبالتالي أنه أنتم حققتم إنجازات، وبالتالي هذه إشكالية كبيرة جدا في طريقة الأداء. يعني الحكومة عليها أن تعيد تقييم أو ترتيب أوضاعها. يعني ما نتحدث عن يعني موقف الحكومة الذي يفترض أن يكون وموقفها السابق أستاذ أحمد، ولكن بعد أن ينضم إلينا عبر الهاتف أيضا الصحفي عامر الدميني رئيس تحرير الموقع بوست. مساء الخير أستاذ عامر. أستاذ عامر هل تسمعني؟ نعم معكم. أهلا بك معنا. بداية ما هو تعليقك على هذه الوثائق التي تم كشفها من قناة بلقيس؟ مخطط أمني سياسي لزعزعة الأمن، لفرض السيطرة أكثر، لمد العلاقات الداخلية والخارجية أكثر. للأسف هذه الوثائق اليوم تأتي لتكشف جانب كثير من تصرفات وسلوك الميليشيا الحوثية داخل اليمن وخارجه، وتفضح الكثير من أساليبهم في سبيل ترسيخ انقلابها داخل اليمن والعمل لشرعنة انقلابها. الأمر اللافتي في الوثائق أنها كشفت هذه التحركات وأعطت صورة واضحة عن حقيقة العمل الذي تقوم به الميليشيا داخل اليمن، وللأسف هناك شخصيات كثيرة تورطت في هذا الجانب وأصبحت لها علاقات مع الميليشيا لشرعنة الانقلاب داخل اليمن. ومن المؤسف أكثر أن هذه الشخصيات تأتي من أحزاب يمنية خالصة كانت ذات يوم هي المدافعة عن الجمهورية ووقفت بصلابة أمام هذه الميليشيا. حزب المجتمع الشعبي العام اليوم تكشف هذه الوثائق أنه أصبح امتداد للميليشيا الحوثية في شرعنة انقلابها، وبات رجاله في مختلف مواقع الدولة أو على الجانب الحقوقي العام، تعمل في سياق الميليشيا وتنخر في جسد الدولة لتثبيت الانقلاب داخل اليمن. وهذه بطبيعة الحال اليوم ينبغي أن ينظر إلى هذه الوثائق بنظرة دقيقة من قبل الشرعية الحكومة اليمنية والتحالف العربي لكيفية التعامل مع مثل هذا الوضع. أعتقد أن الميليشيا ملأت فراغا كبيرا جدا داخل اليمن من خلال استقطاب هذه الميليشيا والدفع بها من جديد والاستفادة من تجربتها في مجالات مختلفة شغلتها سواء في العمل السياسي أو الدبلوماسي أو الحقوقي. نعم أستاذ عامر، ما هي أبرز التفاصيل التي لفتت انتباهك في هذه الوثائق؟ بصراحة هناك نقاط كثيرة، لكن التحركات الحقوقية في الخارج والتشويش على الدول الخارجية ومواقفها وخصوصا بالجانب الحقوقي والجانب السياسي ومحاولة استخراج مواقف رسمية، هذه من أبرز الملاحظات، وهي شيء ينقد ظلاله على التحركات السابقة في هذه الدول في الخارج. الأمر الآخر هو القيادات المؤتمرية أو القيادات السياسية التي كانت في الداخل يوما ما من رجال الحكومة، سواء قبل سقوط الانقلاب أو بعده. هذه الشخصية تحولت اليوم إلى أيدي أزمة تعمل مع الميليشيا. هذا يلقي بظلاله على كثير من المواقف والغموض الذي يكتنف العمل داخل اليمن. لكن بطبيعة الحال ليس أمرا مستغربا. الأمر الغريب هو أنه كيف يمكن متابعة مثل هذه الأعمال، كيف يمكن الاستفادة من مثل هذه القضايا لمحاولة حصار وتطويق الميليشيا، لأنها ملأت فراغا كبيرا داخل الدولة. وبالتالي يفرض هذا على كثير، على الحكومة الشرعية وغيرها، أن تسعى لتطويق هذا الأمر والتعامل معه وفق مستجدات جديدة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك عامر الدميني رئيس تحرير الموقع بوس، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة لك أستاذ أحمد، كنت تتحدث عن الدور الحكومي، تحدث أيضا الأستاذ عامر عن الدور الحكومي. ظهرت أسماء، ظهرت منظمات، ظهرت دول، ظهر سفراء أيضا لهؤلاء الدول، يعني كشفت العديد من الأسماء التي أصبحت واضحة أمام المجتمع والرأي العالمي. ما الذي يجب على الحكومة فعله إذا كل ذلك؟ يعني يجب أنه أيضا نسلط الضوء على فكرة أنه اللقاءات اللي تمت مع فارس مناع تاجر السلاح المعروف خلال الفترة الماضية، كان ربما هو أكثر موردي السلاح، مهرب السلاح للميليشيا. وحتى خلال عام 2013 و 2014 تم ضبط صفقات السلاح في عدن وفي غيرها من المناطق كانت يعني منسوبة له. الحديث اليوم تم تعيينه خلال الفترة الماضية أحد وزيرا للدولة في الحكومة التي شكلها الحوثيون في صنعاء. هناك أيضا دور المنظمة مهمة، تلعب دور كبير جدا الجانب الألماني. الألمان للأسف دورهم في الفترة الماضية كانوا يعني منفتحين بشكل كبير جدا على الحوثيين، على الانقلابيين بشكل واضح، من خلال الوفود التي أو اللقاءات اللي عقدها السفير الألماني في سلطنة عمان مع وفد الانقلابيين. هناك منظمة بيرغهوف التي تعقد سلسلة من اللقاءات منذ 2014، ومجموعة العصف الذهني في البحر الميت وما إلى غير ذلك، تلتقي بوفد الميليشيا بشكل متكرر وتأخذ منها مجموعة من الأفكار التي يتم طرحها في اللقاءات المستقبلية. وبالتالي هذه إشكالية كبيرة جدا. الحكومة أمام تحدي كبير جدا، عليها أن تثبت أولا، أن تأخذ هذه الوثائق بعين الاعتبار. ونحن نعتبر أن هذه الوثائق هي ملك للحكومة، ملك للباحثين. نحاول أن نسلط من خلالها الضوء على مثل هذه الإشكالية الكبيرة جدا، أن تستخدم أيضا كوثيقة في يعني ضمن السجل الأسود للميليشيا التي نهبت البلد. يجب التعاطي معها بمصداقية وبقوة وبوضوح، وأيضا يجب أن تحدد موقف من جميع ما ورد، أن تأخذ كل ما ورد في هذه المحاضرة وفي مثل هذه الرسائل بعين الاعتبار. هي وثائق حقيقية 100%، ونتحدى الميليشيا أن تشكك في جزء ولو بسيط منها. أيضا هناك موقف على المنظمات التي وردت أسمائها والسفارات، وعليهم أن يحددوا موقفا، حتى الأمم المتحدة، حتى الموظفين في الخارجية اليمنية. طبعا هناك أشخاص أصبحوا جزء من العملية الانقلابية ولا يمكن، يعني هو أدوات الانقلاب، لكن من وردت أسمائهم في المحاضرة. ولدينا عشرة الأوراق يعني والمحاضر التي تم الحصول عليها تثبت أن هناك شبكات كبيرة، شبكات ليست شبكة ناعمة، ولكن شبكة ناعمة وشبكة خشنة وشبكة سياسية تؤكد أن الانقلاب كان يتم التخطيط له منذ وقت مبكر، وأن هناك أيادي خارجية عبثت باليمن، وأن هناك أطراف داخلية. هذا بلاغ للحكومة، للرئيس هادي، للتحالف، للأمم المتحدة. هذه وثائق تثبت مدى الجرائم التي ترتكبها الميليشيا في حق اليمنيين. أيضا هذه تثبت أن هناك معايير غير واضحة، وهناك عمل من تحت الطاولة من قبل الدول الكبرى الراعية للتسوية السياسية. وبالتالي هم شركاء في الانقلاب ما لم يحددوا موقف من جميع ما ورد في هذه. وأيضا كل الأسماء التي وردت، يعني القيادات في جماعة الحوثي التي وردت في هذه الأسماء، يجب أن تلاحق قضائيا وقانونيا، لأنها هذه ترتكب جرائم. وهذه عموما لم تنتهي هذه الوثائق أستاذ أحمد. والسادة المشاهدين أيضا المسألة من يعدكم بحلقة أيضا في يوم غد بما يتعلق بملف جنوب البلاد كامل، وهناك العديد من الأشياء السرية التي ستكشف. شكرا جزيلا لك أحمد الزرقة الكاتب والصحفي. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء من الجديد. كونوا برعاية الله وأمنه.